بعد أقل من عام على إعلان تحالفهما، تعلن مزايا القابضة الكويتية ودومينكايا العقارية التركية عن ريتم إسطنبول مشروعهما الأول الذي تقترب قيمته من المليار ليرة تركية، ويقع في مساحة متميزة من الجانب الآسيوي من إسطنبول ويوفر أنواعا مختلفة من الوحدات. مشروع رتم مشروع مميز جدا، يقع في وسط مدينة اسطنبول في الجانب الآسيوي. المشروع مكون من أبراج سكنية ومكاتب وبالإضافة إلى مول. هذا المشروع أحد أفضل المشروعات العقارية متعددة الاستخدامات في الجانب الأناضولي، فيه حوالي 900 وحدة سكنية و300 وحدة تجارية ومركزا للتسوق يضم 150 محلا تجاريا. وقد بيع حتى الآن حوالي 30% من المشروع الذي سينتهي في العام المقبل، وتتطلع الشركتان إلى بيع بقية وحدات المشروع اعتمادا على الطلب الداخلي القوي في تركيا وعلى المشترين والمستثمرين الخليجيين. فاحنا نشوف في great potential في السوق التركي وطلب عالي على الوحدات السكنية في تركيا، إن كان من داخل تركيا الطلب الداخلي عالي جدا، والأسواق الخارجية مثل الخليج. مثل ما تفضل سعادة السفير اليوم، قال يمكن ارتفاع الكويتيين فقط في الأسواق التركية حول 5000 وحدة سكنية تم بيعها لهم. ويرى كل طرف من الجانبين الكويتي والتركي مميزات لدى الطرف الآخر توفر أرضية مثالية للشراكة الحالية والمستقبلية، فالمزايا تنظر لأداء الاقتصاد التركي وعوائد الاستثمار وقوة الطلب الداخلي، فيما تتطلع دومينكايا إلى نافذة على الاستثمارات الخليجية وسيولتها وعلى القوة الشرائية للشركات والمواطنين الخليجيين. كتركيا تعتبر دولة آسيوية أوروبية، وهي تعتبر انطلاقة جديدة بالنسبة لنا في استراتيجيتنا للخروج إلى خارج المنطقة العربية. الآن أصبح لدينا شريكا استراتيجيا وقويا، يمتلك فريق مبيعات يتوزع في دول الخليج العربية، وقادر على ترويج وحدات مشروعاتنا لدى المواطنين الخليجيين. نجاح المشروع الأول لمزايا في إسطنبول الآسيوية ربما يدفع إلى إطلاق مشروعات جديدة في مناطق أخرى من المدينة، وربما تغازل شريحة أوسع من المشترين، وهو ما يزيد من ثقل إسطنبول على محفظة مزايا العقارية المنتشرة في أكثر من 8 دول. أسامة رشيد، CNBC عربية، إسطنبول.